مجي عبد الله، كانت بدايتك مع طائر الأشجان مع خالد الشيخ، ما تكررت هذه التجربة ليش مع هنا خالد الشيخ؟ إن شاء الله حتتكرر في القريب إن شاء الله. يعني وعد؟ إيه إيه أكيد أكيد. طارق أستاذي ومعلم في نفس الوقت. أبو عبد الله أول مرة تغني في الحفلة؟ لا. بس بعد طويل. آخر حفلة كانت لي 2004. اي زمان بنقطع في شعورك لما رجعت بعد هالفتره الطويله. بحرين بلدي واهلها اهلي، ويعني ما رحت بعيد يعني. بلدي بعد ما انت اليوم ما شاء الله ترند الخليج فنان الاول، وين ما تروح التذاكر تنقل، هذا شنو يعني؟ اولا انا ماني الفنان الاول، انا مع مجموعه فنانين شطار وقديرين على التميز، وأنا يعني ببذل مجهود إني أنا أكون أقل حدث. ما هو الجديد يا أمير الطرب؟ الجديد؟ نعم. الجديد اللي أنا إن أنا بينكم. غيرها المرحلة المقبلة إن شاء الله. إن شاء الله في أشياء جديدة حلوة. ما هو سر الحفاظ على إنك في القمة في 40 سنة ما شاء الله؟ والله. يلعب رياضة. لا. أنا مبسوط إن أنا يعني تصير حفلاتي حدث، وهذا هذا 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 أكثر شيء سعيد. جديد عبد الله الموسم الرياضي؟ جديدي إني حكون من ضمن المشاركين، وحقدم مجموعة أعمال إن شاء الله تليق. يعطيكم العافية.